السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أتكلم معاكم بشكل سريع وبسيط عن موضوع لاحظته في الحديقة عندي، وقد يكون بعضكم يواجه نفس المشكلة بالذات مع نبتات الفلفل اللي عنده وما زالت صامدة عنده في البيت. نلاحظ هني عندي هذه البقعة اللي صايرة بيضة وكانها متعفنة، أيضا هني وأيضا هني، وعندي صايرة كثيرة في كذا فلفلة، يعني في كذا ثمرة عندي قاعدة تصير بشكل كثير. يعني هذه ما نحتاج نعالجها ولا نحتاج نسوي لها شيء، هذه مجرد انه بسبب ارتفاع حرارة الشمس وحدة الشمس الثمر لما تضربه الشمس يبتدي كأنه يحترق من الشمس، فهذه نوع الحرق من الشمس يأثر على الثمر، فممكن احنا ننقلها الى مكان مظلل كليا على اساس ان نحافظ على الثمر اذا احنا محتاجين الثمر حاليا. ولكن انا شخصيا مجرد حاليا احاول احافظ على النبته، احاول انقذ النبته من حراره الصيف. الهدف عندي مو هو التثمير، الهدف هو ان تصمد هاي النباتات الى شهر 8. بعد مرحله نص شهر 8 ان شاء الله نكون عدينا مرحله الخطر. هما اصعب شهرين اللي هما شهر 6 و7 اللي هما يونيو ويوليو، اللي هما الشهرين اللي اصعب شيء في الحراره. شهر 8 حار ولكن تبتدي الحده شويه تخف، الرطوبة تبتدي تزيد عندنا، فشوي يساعد النباتات. شهر 9 تبتدي النبتة تسترجع عافيتها وترد تنمو. فلما نلاحظ هذه العلامات على ثمرنا في الفلفل ما نخاف، النبتة ما فيها شيء، ما فيها إصابة فطرية ولا فيها مشاكل، هي مجرد تعرض لشمس حادة اللي حرقت الثمر عندي. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو السريع والقصير، وإذا في عندكم أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. في أمان الله.